ما أدري، كل شيء صار فجأة وبسرعة بسرعة. صرت 24 ساعة أفكر فيه. لما أحد يقول اسمك قلبك يعورج، وقبل لا تنامين كله تفكرين فيه. أبي كلمك بالتلفون. إذا حلمتي فيه وتغردين من الوناسة. ريما، أنت بعد؟ ألعن منك. زين قولي لي منو؟ خريبة شنو؟ بالمبارك يا أيوة، اليوم خطبوك مني. بدر هو اللي خطبوك مني اليوم يا أيوة. ما شلونك؟ هلا، هلا بدر. لا يبا مستحيل، اللي تبي مستحيل يصير. ايش تبي؟ غصب؟ اسمعني زين، لا اشوف وجهك مره ثانيه عند باب بيتي. جاي هذا صدق اخوك؟ ومن هي البنت اللي بتزوج؟ يا اخوي ولد امي وابوي. ريم بنت خالتي غنيمة. تسأليني ليش بعد؟ بدريه انت اختي على راسي، هذه مو بنت عمك، لا تقولي بنت عمك. لا حسين هو يدفع لها ولا هي تدفع لها. انت الفقاره الحمر مش اللي قاعد طالعون غيركم. قول الحمد لله وش اللي بعدك. سلام وياك، علي صوتك علي. يلا سهر ليل زينة الحياة غدا 7 بتوقيت السعودية على MBC دراما وشاهد.